العظمة الحقيقية رغم علم المسيح عن ما سيمر فيه من الآلام وعذاب الصليب الرهيب، لكن أخذ وقته ليعلمنا درسا عن التواضع. والأفعال تتكلم أكثر بل أعلى من كل الأصوات. مكتوب: قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها، ثم يستمر قائلا: فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم، إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. علم المسيح عن العظمة الحقيقية لأن التلاميذ كانوا يتحاورون من هو الأعظم في لوقا 22، وكانت بينهم أيضا مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكبر. فقال لهم: ملوك الأمم يسودونهم والمتسلطون عليهم يدعون محسنين، وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم. اسمع ما علم المسيح في متى إصحاح 20: فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وقال أيضا: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. إن حادثة غسل أرجل التلاميذ أظهرت محبة وصبر المسيح. يأخذ وقت في أحلك الأوقات وغسل أرجل يهوذا الخائن الذي أسلمه في نفس الليلة لرؤساء اليهود، وأيضا ليعنف بطرس عندما رفض أن يغسل المسيح رجليه. العظمة الحقيقية أن تكون مثل ولد صغير، تكون خادم، وشهادة حقيقية ضد الكبرياء والرياء. ووصف بولس تواضع المسيح بكلمات جميلة في فيليب إصحاح 2، مكتوب: لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. المسيح أخلى نفسه، أسلم نفسه، وضع نفسه وبذل نفسه. لقد خيم جو من الحزن في تلك الليلة، فشجعهم وأعطاهم ثلاث وعود. الوعد الأول بالمنازل: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي
منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ثم الوعد بالسلام: سلاما أترك لكم، سلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. والوعد الثالث: إرسال الروح القدس الذي يلازم ويشجع المؤمنين، ولكي يوضح حقيقة وفكرة موت وفداء المسيح. المسيح هو المثال الأعظم في التواضع، ولد في مذود وعاش في قرية متواضعة، مع أنه كان يجول يصنع خيرا ولكنه لم يجد أين يسند رأسه، كان ينكر نفسه ويضحي بنفسه، مع أنه رب المجد لم يمتلك حمارا بل استعاره، وعند موته دفن في قبر مستعار. فالمسيح هو مثال الكمال وكمال المثال وجمال المثال ومثال الجمال. لهذا السبب أصبح أعظم شخصية عرفها التاريخ.